فاطمة، طلحة فاطمة من أسماء، عندها 21 سنة، يعني معاقة ذهنيا وجسديا. كانت طلب منكم تعاونوني، كتاكل الدواء، عندها الكنينة، عندها واحد لاخوك سميتو الراديو في وجده، طلبوا لي 300 الف فرنك. انا ما عنديش، راجل ما خدامش، عندي الولد الواحد هو اللي كيخدم عليا. انا الدار ماشي ديالي، غير كاري ولي غير الناس. واحد المحسنه بحال وجوهكم هي اللي كرات لي هاد الدويره هادي، وكنطلب منكم اللي شاف هاد البنت هادي يعاونني. عندي المصاريف بزاف، كاين ليكوش، كاين الدواء، كاين عندي واحد العمليه على الرجل ما قدرت لهاش، عندي سكانر على الراس ما قدرت لهش، وهي كتمرض لي بزاف. فين ما مشيت زعما ما مشيت للطبيب ما كيستقبلونيش مزيان، ما كي يعني حاله وكنطلب منكم اللي شاف هاد البنت هادي الله يجازيه بخير يعاونني. عندي العلاج ديالها واعر بزاف، انا ما قدرتش. ما طلبوا لي واحد الاخر سميتو في وجده باش نحيلها، غير سنين قالك ضروري خصك الرندي في 6 شهور، وهي عندها الحريق، وعندها الحريق في الراس وفي الظهر وكل شيء. دابا حتى المركب باش نقدر نبدا غير وجده باش نشد الرندي فما عنديش. الله غالب، الله يجازيكم بخير اللي شاف هاد البنت هادي يقدر زعما يعاونني باش ما سخا الله. هاد البنت عندها لا كريز، كتعصب بزاف، ما كتنعسليش. كاين واحد الكينه كتنعس بركان كامل، هي ما كتنعسش، ما كترتاحش في الليل، ما الماكله ما كتاكلش مزيان. ما المهم كنطلب من سيدنا الله يجازيه بخير يشوف حالتي وحالت هاد البنت، يعاوني عند هاد البنت. انا بغيت غير العلاج ديال هاد البنت، هاد الشيء اللي كاين. وكان جازيكم بخير، عندي العصعوبات معاها، ما كتنعس، ما كتشوفو، ما كتسكت ليش، عندها الحريق وانا ما عارفاش كيف، ما فهم لهاش فين من جا هذا الحريق وهادي. ومهم حاله مستعصيه وصافي، ما كنعس لا الليل ولا النهار. ما العلاج ديالها غالي بزاف، وانا ما حاله ضعيفه ما عنديش، ما قدرت لهاش، خصها الراديو، خصها هادي، خصها هادي. وانا لا اله الا الله محمد رسول الله، كنطلب من سيدنا يوقف معايا، يوقف مع الله تعالى. هادشي اللي غادي نطلب منكم.